بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحبل الكريم، متابعين الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم وطابت جميع أوقاتكم بكل الخير والبركة من هنا من ميدان الوغن لسباقات الهجين العربية الأصيلة، حيث ينطلق هذا الشوط الأول. هذا الشوط الأول الذي يحمل لنا في طياته هنا الحقائق لبكار، مسافتنا 3 كيلو مترات. نتمنى التوفيق دائما وأبدا للجميع. هنا متابعين الكرام، ضمن إشارة سمو الشيخ طحنون بن محمد الهيان ممثل الحاكم بمنطقة العين، الداعم والمشجع أيضا لرياضة الآباء لرياضة الأجداد، نذهب إلى مقدمة هذا الشوط لنرى الصدارة الأولى. هنا متابعين الكرام، تاتي وناسة وبطي بن عبيد بن علي الوهيبي يقدم لنا وناسة مع المركز الأول، بينما المركز الثاني الدخول من انذار لسعيد بن محمد بن خيرة العفاري ياتي مع المركز الثاني، حيث الدخول الاخر هناك على ثالث الاسماء ياتي في هذه اللحظات شعار حاتم بن محمد بن سعيد المحروقي يقدم شعاره ويقدم لنا هنا متابعين الاعزاء هذا الاسم الرائع والجميل من خلال هذا التحدي. هنا امياط، نعم بالفعل يتقدم مع عميات، بينما هناك الدخول وهنا الوصول في هذا المسار الرائع والجميل. هناك من الزاوية الصعبة نتقدم لنرى الاسم القادم في هذه اللحظة، المركز الرابع. هناك الدخول وهناك التواصل من الوسمية عبد الله بن سالم بن حمد بن اطبع العامري، بينما هناك التحركات، هناك الانطلاقات من مستوى ناصر بن بخيت بن ناصر بن نوبي العامري، يتواصل شعار بن نوبي في هذا المسار الرائع والجميل. هناك الوصول الاخر ايضا في هذه اللحظة والتواصل من شواهين سهيل بدليلة بصقوح عامري يصل في هذه اللحظات، بينما هناك الوصول الاخر ارى الراسية قادمة. هناك محمد بن علي بن سعيد الجحافي يقدم لنا الراسية في هذا المسار الرائع والجميل. وصل ايضا شعار بن حريك هناك متابعين الكرام، وارى شعار عطيرة يتقدم في هذه اللحظات، يقدم لنا العبارة محمد بن عبد الله بن مصبح راع عطيرة العامري. ولكن العودة هناك، العودة الى وناسة، ويتقدم في هذه اللحظات مع وناسة بطي بن عبيد بن علي الوهيبي يقدم لنا وناسة في هذا المسار الرائع والمسار المميز. ما شاء الله تبارك الرحمن، أداؤها رائع، انطلاقها مميز. هناك أيضا 800 متر ما تبقى من عمر هذا الشوط، والعصف الأبطان الأداء تلقائي هنا ايضا على الصدارة الاولى. هنا متابعينا الكرام، وناسه وناسه وناسه، هنا مستانسه ما شاء الله تبارك الرحمن، اداؤها رائع، انطلاقها مميز. الشوط الاول مع هناك مع وناسه ما شاء الله تبارك الرحمن، وصلت الاسماء وصلت الراسية، وصل ايضا شعار الجحافي، ولكن اسم اخر هنا يتدخل في هذه اللحظة، يتقدم ايضا عبد الله بن حمد بن حريز الحرسوسي هنا من خلال هذا المسار الرائع والجميل. ولكن وناسة ما شاء الله
الله تبارك الرحمن من بداية الانطلاقة وحتى هذه اللحظة تسيطر على الصدارة، تسيطر على المركز الأول. يتواصل في هذه اللحظات بطي بن عبيد بن علي الوهيبي هنا ينتزع الشوط الأول، ينتزع الشوط الأول. سلام وناس سلام، سلام وناس سلام، تهانينا لبطي بن عبيد بن علي الوهيبي على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. المركز الثاني هناك الدخول من شعار عبد الله بن حمد بن حارث الحرزوزي ثالث الأسماء. المركز الثالث مستوى لناصر بن مخيط بن ناصر بن نوبي العامري. إذن عودتنا متابعين الكرام هنا بالتانية والناموس لمن قدم لنا وناسة بطي بن عبيد بن علي الوهيبي وتوقيتها الزمني كان مشاهدي الأعزاء 4:46 53 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس.